السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حكمة اليوم نستقيها من مؤسسة علي بن أبي طالب الابتدائية. هذه المؤسسة التي تأسست سنة 1937، تخرج منها العديد من الأطر الوطنية والأجنبية. هذه حكمة اليوم، نظافة مدرستي دليل حضارتي. وكلنا نعلم أن الإيمان من النظافة والنظافة من الإيمان. تحياتي لكل الأطر العاملين بالمؤسسة قديما وحديثا. تحياتي، إلى اللقاء.